وكما قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كلمة رومانسية مست شغاف قلوب المصريين جميعهم. هذا الشعب لم يجد أحد يحنو عليه. كلمة أب وأخ وصديق. حماك الله يا سيسي لمصر. ما يقولهاش أي حد. حماك الله يا سيسي لمصر. ما يقولهاش أي حد. أخوك يقولها لك. أبوك يقولها لك. أمك تقولها لك. لم يجد أحد يحنو عليه. فوقدناك يا سيسي تحنو علينا بهذا النداء. ونزلنا 35 مليون لنحقق لك مقولتك. مصر لن يهزمها طغاة مهما كانوا. ربنا لما ذكرها في القرآن لم يذكرها عبثا أبدا أبدا، ولكن ذكرت لحكمة، ولحكمة عظيمة. لو حاول أي إنسان أو أي فصيل أن يخدش هذا الكبرياء سيكون مصيره كمصير من رأيناه. مصر عزيزة، أرجوكم حافظوا عليها وافدوها بروحكم ودمائكم. شكرا.